السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة عالم تكنولوجيا والتصميم. يعني نزولا لطلب بعض يعني الأعضاء في هذه القناة، اليوم سوف أقدم لكم شرح مفصل لكيفية اختيار بطارية سامسونج الأصلية وعدم الوقوع في فخ النصابين. يعني صراحة شيء مؤسف، يعني هناك العديد من الناس تعرضوا للنصب في البطاريات، حيث أن البطارية لا تدوم كثيرا وتتعرض لسخون يعني للسخونة، وأيضا مشكل الانفجار. يعني صراحة هذا أمر مؤسف للغاية. اليوم سوف أريكم كيفية اختيار البطارية بالطريقة الصحيحة وعدم الوقوع في فخ هذه يعني هؤلاء النصابين. صراحة كما ترون يعني هذه فقط عينة من البطاريات التي يعني كانت عندي والتي جربتها كاملة، يعني وعرفت ما هي الأصلية وفرقت بين الأصلية والمزيفة. هنا كما ترونها يعني بطاريات يعني هواتف اس كات اس فور، والهواتف اس ثري اس تروا، والهواتف تراند بلس. سوف أريكم كيف تميزون بين الأصلية والمزيفة. أولا لدينا هذه البطارية، أظن أنها بطارية تريند بليس كما ترون، مكتوب فيها ميد ان تشاينا فابريكي اون تشين. هذه بطارية سيئة، لا أنصحكم بشرائها أبدا، بطارية سيئة للغاية يعني، ولكنها يعني تظهر يعني كأنها أصلية، يعني فيها جميع شروط البطارية الأصلية يعني كالثقل وكهذا الكود، لكنها مزيفة لأنها فيها made in China fabriqué en Chine، إنها مقلدة. أنصحكم بعدم شرائها كما ترون، عليكم عليها أن تكون هنا made in Korea fabriqué en Corée، أو made in Vietnam fabriqué en Vietnam، أو made in Malaysia fabriqué en Malaysia. يعني فقط يعني لا يجب أبدا أن يكون هناك تشاينا في أي جانب من الجوانب. وهناك أيضا هذه البطارية، لا أتذكر لأي هاتف، لكنها كما يعني كتظهر مزيفة. يعني رقبوا كما أفعل هكذا، حيث يعني تجدون أنها مقطعة مستطيلة طويلة هكذا، تحسين بها أنها ليست قطعة واحدة بل إنها مقطعة إلى مستطيلات شرائح، مكتوب فيها made in Korea، يعني فقط made in Korea وفراغ هنا. وجديدة هذه، يعني مشترات من محل يبيع يعني اكسسوارات الهواتف الجديدة، ولكنها مزيفة، أنصحكم بعدم شرائها، مزيفة وسيئة. هاتان البطاريتان تنطفئان في 23% ولا تدومان أبدا، سيئة. البطارية الثالثة، هي أيضا تظهر كأنها أصلية، فيها جميع الشروط لكنها مزيفة مقلدة، لأن هناك سيل ميد إن تشاينا أسامبلد إن فيتنام. إذا كانت هناك سيل ميد إن كوريا أسامبلد إن فيتنام يعني ستكون يعني أصلية، ولكن هناك تشاينا، قلت لكم ابتعدوا عن اسم تشاينا، لا يجب أبدا أن تكون في أي جانب من الجهات. إذا كانت فيتنام يعني لا تخدعكم فيتنام، إذا شاهدتم تشاينا فقط لا تشتروها، لأن تكون كوريا فيتنام ماليزيا فيتنام كوريا فيتنام كوريا ماليزيا، يعني لا تكون فقط كوريا كوريا، لا تكون فقط تشاينا. البطارية الثالثة، هذه بطارية الاس 3 اظن، ايضا كما ترون ميد ان جابان فينيشد ان كوريا، جابان ايضا ليست اصلية. يعني هناك العديد من الاسئلة، يعني هل البطارية تكون ميد ان جابان يعني اسامبلد ان كوريا، هل اي اصلية؟ هذه ليست أصلية كما ترون، منفوخة هكذا، ليست أصلية، ابتعدوا عنها، لا يجب أن تكون جابان وتشاينا كما اتفقنا. هذه بطارية أيضا
ليست أصلية كما ترون، لكنها إنها ثقيلة ولا يوجد فيها يعني الشرائح، يعني هي قطعة واحدة ولكنها مزيفة، ويوجد فيها هذا السيريال نمبر يعني الخاص بالبطارية، ولكنها مزيفة كما قلت لكم لأنها موجود فيها تشاينا. ابتعدوا عن اسم تشاينا، هي تظهر جيدة والملمس رائع وثقيلة، يعني عندما تراها تظن أنها أصلية ولكنها لا تدوم كثيرا. هذه البطارية بطارية الهاتف S3، هذه هي التي أقول عليها أصلية لأنها made in كوريا فابريكي اون كوري، لأن لا توجد فيها تشاينا من أي جانب من الجهات كما ترون. هذه أصلية، هذه مصنوعة في كوريا، يعني كما قالوا لا يوجد هناك شرائح، قطعة واحدة ثقيلة فيها السيريال نمبر خاص بالبطارية والباركود. هذه أصلية لأن فيها ميد إن كوريا، هذه صراحة جيدة للغاية ولا تتعرض للسخونة وتدوم يعني جيدا، يعني كما هو معروف هواتف يعني بطاريات الهواتف الذكية لا تدوم كثيرا، ولكن عليك الاختيار بالأصلية لأنها تدوم أكثر من يعني الباقي. هذه عندما يريد أن يطفئ الهاتف ينطفئ في 0%، يعني هذه وهذه 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 ينطفئ في 30 20%، يعني بدأت التجربة. هذه أصلي أنصحكم بها، سيل ميد إن كوريا. وهذه بطارية هاتف S4 كما ترون ثقيلة، كما قلت ركزوا على الثقل والسمك، كما يعني نسيت أن أقول لكم السمك يجب أن تكون سميكة، يعني هذه مزيفة ولكنها سميكة، ولكن يوجد هناك اسم تشاينا، يجب أن تكون سميكة وأن يكون فيها كما قلت لكم الباركود وهذه الدول. أعتذر، سيل ميد إن ماليزيا أسامبلد إن فيتنام، هذه رائعة للغاية صراحة، بطارية جيدة، هذه تنطفئ في 0% ولا تتعرض أبدا للسخونة أو الانتفاخ، ليست منفوخة، و يعني صراحة أنا أستخدمها يعني منذ سنة 12 شهرا، رائعة للغاية. هنا بطارية أيضا لهاتف الإس 4 لكنها مزيفة كما قلت لكم، ركزوا على السمك، هذه سميكة وهذه رقيقة في السمك كما ترون، هذه سميكة هذه الأصلية وهذه غير أصلية، يعني ليست سميكة. هي إذا كنا يعني إذا قرنا يعني قرناها من منظور أنها ليست هناك تشاينا، فإنها ليست هناك تشاينا كما ترون، سيل ميد إن كوريا أسامبلد إن كوريا، يعني هذه بمنطق يعني الدولة التي صنعت فيها هي أصلية ولكنها رقيقة وأيضا ليست فيها شرائح، فهي قطعة واحدة ولكنها خفيفة وليست سميكة، يعني هذه مزيفة. أرجو أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس، وكما قلت لكم عندما تريدون أن تشتروا بطارية عليكم أن تركزوا على هذه الثلاث الدول، أعتذر، أن تركزوا عن سيل ميد إن ماليزيا أو أسامرد إن فيتنام، أو سيل ميد إن فيتنام أسامرد إن ماليزيا، أو سيل ميد إن كوريا أسامرد إن كوريا، يعني هذه هي الطريقة لكي تعرفوا. وأيضا عندما تجدون يعني هذه الدول عليها أن لا تكون هنا اسم تشاينا، وإذا وجدتم هذه الدول في الأول يعني اختبروا الوزن والسمك، إذا كان الوزن خفيف وفيه هذه الدول فهي مزيفة، وإذا كانت رقيقة وخفيفة فهي مزيفة، يعني أرجو أن تستفيدوا من هذا الدرس، يعني شكرا لكم و إلى اللقاء في درس آخر. وأي استفسار فأنا موجود، كما قلت لكم سيلم يعني سيلم ميد إن جابان فهي مزيفة، سيلم ميد إن تشاينا فهي مزيفة، وإلى اللقاء في درس آخر.